الله يرضي عليكم. الله يرضي عليكم. رجع شويه. الله يرضي عليك. فالحمد لله فكانت واحد العمليه اللي كانت ما كانتش سهله، لان كتعرفوا بانه الخطوط او لي فرونتيير في الكونغو كانوا محبوسين. فالمكتب المسير قام بواحد العمل جبار، بحيث كانت هناك واحد الخليه اللي عملات على العوده ديال اللاعبين الكبار ديال نادي الرجاء الرياضي بين مالونغو وفابريس نغوما. النهار فاش تحلوا لي فرونتيير فخرجوا اللاعبين من كينشاسا، وعبر رحله جويه اللي كانت متعبه ومتعبه جدا عبر اديس ابيبا التحقوا ابيدجان، ومن ابيدجان فجاو ديريكتومون للمغرب. فكنشكروا جميع يعني الناس اللي ساعدونا باش يمكن اللاعبين انهم يجاو، خاصه سفارات المغرب لا في الكونغو ولا في كوت ديفوار، الناس ديال المطار كذلك اللي سهلوا عمليه المرور، وكانت هناك واحد العمليه جد ممتازه. الان فهو اللاعبين معنا، ومن غدا فهما غادي يقوموا بالكشوفات الطبيه الضروريه اللي يطالب بها الدليل الصحي ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. بعد ذلك بعد التعرف على النتائج فهم غادي يلتحقوا ان شاء الله بالسي جمال السلامي وبكتيبه فريق الرجاء الرياضي. فكاين هناك واحد الدليل طبي ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي فيه مجموعه من الكشوفات، تحليل الكشف عن الفيروس كوفيد 19، التخطيط الطبي، التحاليل الدمويه البيولوجيك، هادشي كله غادي يقوموا به ان شاء الله غدا في الصباح. غدا في الصباح غنقوموا بهادشي كامل، كلشي مرتب بواحد الطريقه اللي هي يعني كما ينبغي. والان راهم غيتحقوا بالفندق في اطار العمل على تطبيق الاجراءات الضروريه في مثل هذه الحالات، خاصه انك كتعرف البلاد ديالنا انتشار كوفيد 19، اللي خصنا كاملين نتعاونوا اننا نقوموا بواحد الاجراءات اللي يمكن لها انها تخفف من هذا الوباء. نقدروا نشوفوا من وراء الماتش ديال الفتح. فهادشي هذا كيبقى راجع للسي جمال السلامي، هذه امور تقنيه يمكن لك تكلم فيها مع الاخصائيين التقنيين ديال نادي الرجاء. فاحنا كمسيين وكاداريين كنقوموا بتسهيل جميع العمليات الاداريه، وذلك باش يمكن ان يكون فريق الرجاء الرياضي يتوفر على جميع المقومات اللي كيخليو ليه انه يدافع على جميع الواجهات اللي كيلعب فيهم. شكرا.